شو مشان الأقليات؟ رح يقدر الجيش الحر تبعك حماية الأقليات؟ يعني العلويين وغيرهم؟ يبدو أنه حضرتك يا سيادة المحقق ما سمعت عن مظاهرات العلويين بحمص، ولا سمعت شو عملوا تجمع شباب مبض المدني السوري، ولا سمعت عن تضامن عشرات الشباب من النزهة والزهرة مع شباب الخالدية، ولا عرفت أنه المظاهرات بالشام كانت من كل الطوائف، وما عرفت أنه أولاد اللاذقية وطرطوس ثلاث أرباعهم كانوا عم يتظاهروا ببرزة والقابون وغيرها وغيراتها، ولا سمعت عن كيف هبت الناس بصوت واحد ضد الأمن والمخابرات يلي كانوا عم يحاولوا يعملوا فتنة بين الدروز، ولا سمعت عن الشهداء الإسماعيليين والمسيحيين. يا سيادة المحقق، أنا ما بحب أحكي لا عن الطوائف ولا عن الطائفيين، لأنه بدولة المواطنة ما في أقلية وأكثرية، في مواطن بس. صار لي ساعة عم حاكيك عن دولة المواطنة ودولة العلمانية، جاي بتسألني عن الأقليات؟